أبوسي حسن سمير، عندي 25 سنة، من محافظة المنيا، مركز بني مازور. أنا خريجة هندسة حاسب، بدأت شغل النقاشة من فترة، هو متعلق بالرسم. شغلي كان مش مستقر شوية، فبدأت أطور في نفسي عشان أجيب عائد مادي زيادة. فتح سوبر ماركت، وهي لما لقيتني أنا بقى في السوبر ماركت اتشجعت برضو إن هي تعمل حاجة مفيدة ليها وتعمل حاجة اللي هي بتحبها. ولما بتيجي من الشغل بتاع الحضانة بتيجي تقعد ترسم، تعمل شغل النقاشة لو عندها. انتي بنت فمش هينفع، مجهود بدني كبير عليكي، مش هتنفعي وكلام من ده. بس بعد كده لما اشتغلت عند ناس كتير اتفهموا اول الموضوع. بدعمها دايما تبقي احسن، ترسمي احسن وما تخافيش، لان عايزاها هي تبقى احسن. الميزه اللي انا بتكلم عنها ان هي ست قويه و100 راجل في وسط اي حاجه، شايف ان هي هيبقى عنصر ايجابي ليها ولاولادها في المستقبل. قعدت سنين اتدرب وسنين، كل مره ممكن اقع فيها اقوم تاني واشتغل، بس لحد ما وصلت الموضوع ان انا اشتغل في النقاشه. حابه اكبر نفسي في المجال ده، وحابه اعمل حاجه كويسه واعمل اكاديمي كبيره تخليني اعلم الشباب يشتغلوا. انا معاها، انا واحد من الناس اللي مشجعينها دايما على طول الخط. عايزاها تشتغل عشان تبقى قويه وتنفع نفسها بعدين. انا مش عايش لها على طول، هي تنفع نفسها وتنفع عيالها بعدين، في نفس الوقت تبقى قويه وتقدر تقف وتواجه الناس وتواجه المجتمع. حاجات كتير جدا بتحصل في وسط الشغل، الناس بتقول كلام يجرح اللي قدامك، انت مش عارف الكلمه اللي انت بتقولها دي ممكن تخلي اللي قدامك يوقف شغل ازاي. بس انا بدات يعني الحمد لله اقدر افهم اللي قدامي، يعني بشوف هو بيقول الكلمه دي ليه. ممكن يكون مش عايز يدفع فلوس، فانا اقول له خلاص ما تدفعش فلوس، خد شغلك اهو. انا اخدت القرار ان انا ادعم ليها في كل الظروف وفي اي وقت. عايزه اقول للبنات انه مفيش حاجه اسمها مستحيل، مفيش حاجه اسمها مش هتقدري تعملي كده، مفيش حاجه اسمها انت بنت فاقعدي في البيت ومكانك البيت وما تعرفيش تعملي حاجه. لا، انا بنت بعرف اعمل كل حاجه في الدنيا لو انا عايزه.